Yes, I believe so. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد أن أرحب معالي وزير الخارجية تنزانيا الأخت العزيزة. أعتز كثيرا بعلاقات التعاون التي بتربط بيننا والتفاهم. سيادتها بتزور القاهرة لتحمل رسالة من فخامة رئيسة الجمهورية موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد وجود الإرادة السياسية القوية لتدعيم العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق الوثيق بين البلدين للارتقاء بالعلاقة وأيضا العمل في إطار الاتحاد الأفريقي لتحقيق مصالح القارة الأفريقية وأيضا التنسيق في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين والقارة ولاستعراض آخر التطورات على الساحة الدولية. كان لقاء معاليها مع فخامة الرئيس، لقاء تناول كل هذه الموضوعات بإسهاب، وكان هناك تأكيد على حرص مصر وعزيمتها على استمرار تقديم كل سبل الدعم والعمل على تنمية العلاقة واستكشاف مجالات جديدة في التعاون. وكان هناك توجيه من قبل الرئيس أيضا مدعوم من قبل فخامة رئيسة الجمهورية بضرورة الإسراع في عقد اللجنة المشتركة إن شاء الله في دار السلام في أول فرصة ممكنة وبعد التحضير الجيد لمخرجتها. تبحثت مع معالي الوزيرة عن المشروعات التي سبق وتم التوافق حولها خلال زيارة فخامة الرئيس للقاهرة في العام الماضي وضرورة تفعيلها وتذليل أي عقبات تعتريها. كذلك تم استعراض التقدم المحرز في المشروع القومي الهام سد جوليوس نيريري اللي بتطلع بتنفيذه مجموعة من الشركات المصرية، وضرورة أن تولي الحكومتين الرعاية لهذا المشروع العملاق، المشروع الذي يؤكد إمكانية الدول الأفريقية في أن تدعم بعضها البعض، أن تستفيد من قدراتها المشتركة، وأن تترجم ما دائما يطرح في إطار الاتحاد الأفريقي من ضرورة التكامل بشكل عملي وبشكل يخدم مصلحة الشعبين ويؤدي إلى تحقيق جهود التنمية في كل منهما. عقدت مع معالي الوزيرة جلسة مشاورات منفردة وموسعة مع أعضاء وفدي البلدين، تم خلالها الدخول في تفاصيل المرتبطة بكل أوجه التعاون سواء كانت اقتصادية، استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي في إطار العلاقة الثنائية أو في إطار عضوية الآن تنزانيا في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وأيضا استمرار العلاقة اللي مبنية على روافد تاريخية عديدة تجمع بين البلدين وكانت دائما تؤدي إلى الدعم المشترك في الترشيحات في المنظمات الدولية. وسوف نواصل حديثنا للتطرق إلى أيضا القضايا الإقليمية وطبعا في مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا في سوريا، العمل على مقاومة الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات الإرهابية، تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، كلها موضوعات لنا اهتمام مشترك بها ولنا أيضا رؤية مشتركة إزاءها من منطلق العمل على تحقيق الأمن والاستقرار، على الحفاظ على سيادة الدول، على مؤسساتها الوطنية، على مبدأ المواطنة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. تأكيد أيضا تناولت المباحثات لآخر التطورات فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وكان هناك تفهم من قبل معالي الوزيرة لمدى أهمية هذه القضية بالنسبة لجمهورية مصر العربية والشعب المصري، وسوف نستمر في التنسيق حولها. برحب بمعالي الوزيرة الأخت العزيزة، وطبعا
نتمنى لها إقامة موفقة وسعيدة في القاهرة، ودائما هو شرف عظيم لنا أن نستقبلها، وأتطلع إن شاء الله في القريب لزيارتها في دار السلام. شكرا. Thank you very much, my dear brother and colleagues. وزميلي العزيز. إنه من دواعي سروري دوما أن ألتقي بهذا الترحيب الحار في زيارتي للقاهرة وفي هذا البلد الطيب، واستمتعنا كثيرا، استمتعنا بكرم الضيافة كما هو معروف وكما هو معهود عن أخواتنا وإخواتنا المصريين. أتيت إلى هنا كمبعوث خاص من رئيسي معالي الرئيس سامي أسلو سن، وهي بعثتني لأن أقدم رسالة حسن نية لفخامة رئيس السيسي، وإنه من دواعي الشرف والتكريم لأن ألتقي بفخامة رئيس في القصر الجمهوري. وكما ذكرت معالي الوزير، كانت لدينا مناقشات ومباحثات مثمرة بحضور فخامة الرئيس، وبعد تلقيه الرسالة من أخته رئيسة تنزانيا سامية حسن، فإنها تعبر عن روح الأخوة بين الرئيسين وبين البلدين. إن فخامة الرئيس يغتنم هذه الفرصة لأن يوجز لرئيستي بالتعاون المثمر بل والمتميز بين بلدينا، لا سيما على إثر الزيارة التاريخية التي قامت بها رئيستي سامية في نوفمبر الماضي. وكانت هذه زيارة يكتبها التاريخ بأحرف من نور، ذلك لأن هذه الزيارة تمثل حجر الزاوية وتمثل دلالة على منجزات كبيرة والتي تتضمن توقيع مذكرات تفاهم عدة في مجال التعليم، الرياضة، وبالطبع في مجال التعاون الدبلوماسي. كانت لديها الفرصة لأن تزور العاصمة الإدارية الجديدة، وقد شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين وكذلك وبين مركز الاستثمار والهيئة المصرية للاستثمار. ومن ثم فإنها ابتعثتني اليوم للتأكيد على التزامنا على متابعة تنفيذ كل المجالات التي تم الاتفاق عليها، وكذلك للتأكيد من قبل رئيستي على مواصلة المشاريع الإنشائية القائمة لمشروع الطاقة الهيدروكهرومائية، وهذا ما يضمن مواصلة أواصر التعاون. وهذا يمثل ربما تحديا كبيرا بسبب جائحة كورونا، كانت هناك تأخيرات في التنفيذ وفق الجدول الزمني، ولكن كلا الرئيسان أكدا على التزامهما بمتابعة تنفيذ هذا المشروع المهم الذي يمثل رمزا لعلاقاتنا الثنائية الدائمة والتي أصبحت بمثابة علامة مميزة
على هذا التعاون، ولكن كذلك فإنها تعرض التعاون فيما بين دول الجنوب وكذلك في مختلف أنحاء القارة الإفريقية وروح الإفريقية للعمل يدا بيد وأن نجد حلولا مشتركة لمشكلاتنا الشائعة ومشكلاتنا المشتركة. ولكن وكما هو عهدنا دوما فإننا نقول أن الصديق وقت الضيق والصديق عند الحاجة، ومن ثم أنا هنا لأن أعرب عن خالص امتناني وعميق تقديري بأن حكومة جمهورية تنزانيا على هذا الدعم الذي دوما ما نحصل عليه على مدار السنوات في قطاعات عدة، في قطاع الصحة وكذلك كانت هناك تلقينا مساعدات طبية وغير ذلك من الوسائل التي تدعم قطاع الصحة لدينا. كذلك استقبلنا عدد من الأطباء المصريين الذين أتوا إلى تنزانيا لتقديم الخبرات في مستشفياتنا القومية. كذلك فكما حصلنا على برامج ومنح دراسية ومهندسين في مجال الكهرباء والهندسة، وأنا أتحدث إليكم الآن هناك 170 طالبا يدرسون في الجامعات المصرية. والأهم من ذلك هو أنه في المرة المقبلة عندما يكون هناك مؤتمرا صحفيا سوف نتحدث السواحيلية، ذلك لأننا نتحدث السواحيلية ونحن نتحدث لغتنا السواحيلية في مستويات مرموقة، ولدينا مدرسين ومعلمين تنزانيين هنا في مصر يعلمون ويدرسون اللغة السواحيلية. ولكن كذلك يمكن أن تكون دليل على حسن التعاون، وأظن أن برامج اللغة السواحيلية هنا قد يوفر زخما كبيرا في أواصر العلاقات والتعاون فيما بين البلدين. وفيما يتعلق بمجال الرياضة لدينا بالطبع بعض المدربين الذين هم معروفون ويشار إليهم بالبنان في مصر. كذلك وعلى إثر مناقشتي مع فخامة الرئيس تباحثنا فيما يتعلق بالحاجة إلى تعزيز أواصر التعاون في قطاع الإعمال والاستثمار والتجارة. هناك زخم كبير، وأن مصر لديها عدد كبير من الشركات المسجلة في تنزانيا لضخ استثماراتها. لدينا نحو 50 شركة مصرية، ونعلم هذا الزخم الكبير ونتطلع لمزيد ومزيد من استقبال الشركات المصرية. فهناك الكثير من الشركات التي تزاول أنشطة تجارية، وهناك وهذه تمثل أهمية للبلدين كليهما، ونرغب في توسيع مثل هذه العلاقات، ونرغب في الاستثمار في الإنتاج، عملية الإنتاج نفسها لا سيما في قطاع الزراعة وتحقيق القيمة المضافة، وكذلك قطاع الماشية. فإن مصر معروفة على أنها دولة زراعية، وأن تنزانيا تمثل الدولة التي تتبوأ المرتبة الثانية في قطاع الماشية. كذلك فإننا يمكن أن نستثمر في هذا المجال. فعلتم الكثير لمساعدتنا في قطاع المياه، لدينا تعاون عن كثب مع في إطار مبادرة حوض النيل، ودوما ما نعجب بكم المجهودات التي بذلتموها لا سيما في الحفاظ على استدامة القاهرة وأن تكون مدينة خضراء. نعم لدينا الكثير لنتبادله ونتباحث بشأنه، والأهم من ذلك كذلك نود أن نهنئكم وأن نثني على الحكومة المصرية على موافقتها على استضافة مؤتمر الأطراف COP 27، ذلك لأن هذه سوف تكون المرة الأولى لدولة إفريقية تستضيف مثل هذا الحدث البارز في
كم تغير المناخ، ومن ثم فإنني أتطلع لأن أأتي إلى هنا في نوفمبر في شرم الشيخ. وكما ذكرت معالي الوزير، فإننا نرغب في أن يكون مؤتمر الأطراف COP27 لتسليط الضوء على الأجندة الإفريقية والأولويات الإفريقية فيما يتعلق بتخفيف الأثر والتطويع، وكذلك لأن نعرض للعالم أجمع أنه إذا ما عملنا معا فسوف يكون بمقدورنا التغلب على تحديات تغير المناخ. كنا في غلاسغو العام الماضي، فكان هناك التزامات كثيرة تم قطعها من قبل الدول والتي لسوء الطالع لم يتم تنفيذها، ومن ثم فإننا نتطلع لأن التوصيات التي يخرج بها مؤتمر الأطراف سوف يتم تنفيذها ليس فقط لصالح أفريقيا ولكن كذلك للعالم أجمع. وأخيرا وليس آخرا معالي الوزير، أود أن أستغل وأغتنم هذه الفرصة لأن أدعوكم لزيارة بلدي للمرة الثانية، وهذه الزيارة طال انتظارها، ونعلم أن فخامة الرئيس سيسي أتى إلى تنزانيا في عام 2018 والتقى وقامت رئيستي بزيارة القاهرة، ولكن قبل ذلك نحن بحاجة إلى أن نجتمع سويا وأن نعقد الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة والتي تمثل حدثا وإطار عمل مهم لمناقشة وكذلك لضمان أننا على طريق تنفيذ الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها وكذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون. ومن ثم سوف أكون مسرورة وممتنة لاستضافتكم في تنزانيا، ويمكنني أن أقول دار السلام، ذلك لأن تنزانيا هناك بعض الأماكن الجميلة المخصصة لإجراء ومباشرة أنشطة الأعمال وكذلك للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة. وبالطبع نرحب بكم في تنزانيا، فهناك المزيد والمزيد من تنزانيا لعرضه عليكم والاستمتاع به. وكما نقول في تنزانيا أو باللغة السواحلية، كاريبو سانا تنزانيا أسانتي سانا شكرا جزيلا شكرا معالي الوزير. مساء الخير يا فندم، أنا أمل صبري مراسلة قطاع الأخبار. يعني من المقرر أن تستضيف مصر الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. تحرص الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر التأكيد على الدفع بأولويات وشواغل القارة الأفريقية في مجال تغير المناخ في أجندة عمل المؤتمر. في ضوء ذلك، ما هي أبرز أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال تغير المناخ ودعم الرئاسة المصرية للمؤتمر بهدف نجاحي وخروجي بالنتائج المنشودة؟ وشكرا. بالتأكيد أنه المؤتمر تغير المناخ والاتفاقية الإطارية من الفعاليات الهامة على أجندة الأمم المتحدة، الأطر التفاوضية لمواجهة تحدي عالمي وتغير المناخ وأثره على شعوب العالم، سواء كان اتصالا بالانبعاثات أو بالقضايا المرتبطة بالتكيف وكيفية مواجهة ذلك، لا يتأتى إلا من خلال التمويل للاطلاع بالقدرة على تخفيض الانبعاثات من خلال انتهاج تكنولوجيات مستحدثة والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا العمل على محاولة وقف التدهور الحالي من خلال إجراءات تتخذ في سبيل
التكيف. هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات حضورا على مستوى الأجندة الدولية، يصل إلى 35 وأحيانا 40 ألف مشارك من كافة القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني ومجتمع النشطاء في مجال المناخ، وفي اهتمام بالغ بعد اتفاقية باريس وبعد المؤتمرات التي عقبتها والتي وصلت في غلاسكو إلى خريطة طريق الخاصة بتنفيذ التزامات اتفاقية باريس. المؤتمر القادم هو مؤتمر للتنفيذ، لتنفيذ كما تفضلت معالي الوزيرة، تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على أنفسها، تنفيذ الإجراءات الضرورية في مجالات التخفيف والتكيف والوفاء بالالتزامات المالية لتوفير القدرة للدول خاصة الدول النامية بأن تقوم بمسؤولياتها، رغم بأنها لم تشارك بشكل كبير في المشكلة، وخاصة القارة الأفريقية. القارة الأفريقية أقل قارة ساهمت من خلال الانبعاثات في هذه المشكلة العويصة، ولكن الدول الأفريقية بتطلع بمسؤوليتها في إطار مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المسؤولية المتنوعة أو المختلفة، وتحتاج إلى الدعم القوي لاستطاعتها الانتقال العادل إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، العمل على تخفيف انبعاثاتها والتكيف مع الآثار المضرة التي لها آثارها أيضا على شعوبها، سواء كانت في إطار ارتفاع درجة الحرارة وما تؤديه من تصحر، من ندرة المياه، من انتقال البشر وما يؤدي إلى ذلك من هجرة ومن صراع على الموارد. لذلك تتطلع أفريقيا لأن يكون صوتها مسموع خلال الدورة القادمة للمؤتمر. كان لي شرف أن ألتقي على هامش فعاليات اللجنة الفرعية في بون المنعقدة حاليا بكامل أعضاء المجموعة الأفريقية، والمجموعة الأفريقية في إطار الاتحاد الأفريقي لها آليات للتنسيق، وصوتها في الحقيقة مسموع، وهي من المجموعات التفاوضية القوية. الرئاسة المصرية سوف تتعامل مع هذه الأولويات أخذا في الاعتبار بالتأكيد أن هذه الدورة هي دورة أفريقية تعقد على الأراضي الأفريقية، ومن المنتظر بالتأكيد وبالتبعية أن تبرز الأولويات الأفريقية. أيضا الرئاسة سوف توفر المناخ الملائم في إطار المفاوضات بين الأطراف، المفاوض الأفريقي والأطراف المفاوضة الأخرى، حتى تترجم كل هذه الاحتياجات في إطار مخرجات التي سوف تصدر عن المؤتمر بالشكل الذي يراعي أهداف المؤتمر ويراعي أيضا مصالح كافة الدول المشاركة. وسوف نطلع بهذا الدور من منطلق الموضوعية والشفافية والحيادية اللي دائما بتفرض على رئاسة المؤتمر. About the conference. Okay. Yeah, كما ذكر معالي الوزير فإننا نتطلع جميعا إلى حضور والمشاركة بفعالية في مؤتمر الأطراف 27، وهذه هي المرة الأولى لدولة أفريقية، دولة صديقة، لاستضافة مثل هذا المؤتمر الهام. هذا ليس عن المؤتمر نفسه ولكن عن محتواه ومخرجاته. وكما نعلم فإننا نشهد للخبرات وللتجارب المصرية بالنجاح، ونتطلع لأن يكون هذا المؤتمر ناجحا، وهذا وحان الوقت لعقد مثل هذا المؤتمر، والوقت منتصف الليل الآن في دار السلام، ووزيركم أتى لتوه من مدينة بون، ولكن
علمت أنه في خلال زيارتكم لبون التقى مع عدد من الوفود وتطرق إلى التباحث بشأن هذه الأمور الخاصة والتي تهم الدول الإفريقية جمعاء، ومن ثم فمن الأهمية بمكان أننا نضع أيدينا بيد بعض لتحديد مخرجات COP27 مؤتمر الأطراف، وكما ذكر معالي الوزير لأن نترجم كل هذه التوصيات إلى نتائج ملموسة على الأرض، لأن نتأكد من أن كل ما تم الاتفاق عليه من مؤتمرات الأطراف السابقة مرورا بغلاسكو يتم تنفيذها على نحو كامل. وكذلك في مباحثاتنا ذكرنا أنه مثل مؤتمرات الأطراف هذه تمثل اتفاق مجالات ثلاثة يجب أن تسير يدا بيد، ولا يسعنا أن نختار بين أي منها، ولكن يجب أن تؤخذ جميعها وتنفذ كلها حتى لا يكون شيء ينفذ على حساب الآخر. نحن نتحدث عن لا يمكننا ولا يسعنا أن نتحدث عن تخفيف الأثر دون أن نطبق منهجيات صديقة للبيئة تحقق الاستدامة، وإن لم نحقق الاثنين كليهما فلا يسعنا أن نحقق نتائج لإحداها دون الآخر. والضلع الثالث من هذا المثلث هو التمويل. كل هذه الأمور على ثلاثتها يجب أن تنفذ جميعا في مؤتمر الأطراف، وعلينا أن يكون هناك نداء للعمل لأن ننقذ الأجيال المتعاقبة المستقبلية من كارثة للتغير المناخي. وهذا عنوان تؤمن به تنزانيا تماما، لأننا كلنا متضررون. لا يمكننا أن نكون بمعزل عن الأزمات المناخية، وكما ترون حرارة الجو ومثل هذه الأمور، كل الدول متضررة، ولكن علينا أن نشمر عن سواعدنا الآن ونتخذ الإجراءات الآن ونعمل الآن. وهذا هو السبب وراء أننا نتمنى لكم مؤتمرا ناجحا ومخرجات طيبة. شريف عبد الحميد، جريدة الجمهورية. سؤالي لمعالي الوزيرين، يعني تحدثتم عن العلاقات المصرية التنزانية الممتدة والتعاون المشترك، يعني يعني نقول المشروعات والخطوات اللي حاليا يمكن أن تعزز هذا التعاون المشترك بين البلدين. شكرا. يعني في الحقيقة هو ما يؤدي إليه التواصل المستمر على أعلى المستويات، سواء على مستوى القيادتين، على مستوى الوزاري والزي الخارجية، عقد اللجنة المشتركة، العلاقات القائمة فيما بين الوزارات الفنية. مجالات التعاون في الحقيقة هي متشعبة في بناء القدرات كما تحدثت معالي الوزيرة، في التعليم، في الزراعة، في الصحة، في الري، في التعاون على مستوى الأجهزة الحكومية بين وزارتي الخارجية، في تدريب الكوادر المشتركة، الاستفادة من التجارب في إطار عمل إدارتي المراسم، كلها في الحقيقة آليات مجالات، ونضع لها آليات قادرة على الوفاء بالتنفيذ الكامل لهذه المجالات حتى تستفيد منها أبناء الشعبين. أيضا من القضايا المهمة قضية حجم التبادل التجاري، وبالتأكيد أنه دولتين بحجم مصر وتنزانيا لهم حيز أكبر من الحالي للاستفادة المشتركة والتكامل فيما بينهم وزيادة حجم التبادل التجاري. أيضا الاستثمارات، وتنزانيا دولة واعدة من حيث مواردها، من حيث قدرتها في السياحة، وجود مناطق كما ذكرت في لها أهميتها، جبال روشا، كل دي تؤهل إلى مجالات للاستثمار والتعاون. فنستمر بالإرادة السياسية القوية وعلى أرضية من العلاقة التاريخية الوثيقة،
أن ننمي كل مجالات التعاون ونستكشف مجالات جديدة ونفعل الآليات القائمة لخدمة مصلحة الشعبين. Yes, نعم. أجاب الوزير الإجابة النموذجية، ولكن اسمحوا لي معاليكم بإضافة نقطة معينة. نحن هنا لاستكشاف مجالات تعاون جديدة وآفاق جديدة، لا سيما النقاط محل الأولوية كما ذكرتم في قطاع الزراعة والماشية، والأهم من ذلك كما ذكرتم ألا وهو أن المصريين متقدمين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ولكن كذلك كيف يمكننا تعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا واستخدام واستغلال التكنولوجيا في قطاع الزراعة وإنتاج الذرة الصفراء باستخدام التكنولوجيا، وكذلك تقنيات الري. كيف حافظتم على هذه البلد بلد أخضر؟ ومن ثم هذه هي النقاط التي يمكن أن نستكشف من خلالها التعاون وتقديم تنزانيا، لأن تنزانيا لديها الأرض. ومن ثم تطرقنا إلى هذه النقاط في مباحثاتنا في تقنيات الزراعة والتقنيات والخبرات التي تتمتع بها مصر. العام الماضي وتحديدا في أغسطس ابتعثنا خبراء في قطاع الزراعة لزيارة نظرائهم في مصر حتى وسوف ننظر في كيفية توسيع التعاون. ولكن في قطاع الصحة نحن مرة أخرى نشكر الحكومة المصرية على تقديمها هذا الدعم على إنشاء أحد الصرح الطبي الذي قمتم بتدشينه في المدينة في العاصمة الإدارية الجديدة، ونحن نثني على هذا التقدم الرائع في هذه المشاريع الكبيرة والضخمة التي دشنتموها. نعم، هناك الكثير من الفرص وهناك الكثير من الزخم في بوتقة التعاون فيما بيننا، وكما ذكرت فهناك نحن ندعو الكثير من الشركات المصرية للمشاركة في معرضنا الدولي. لدينا شركات تشارك في هذا المعرض من كل أنحاء العالم، وفي العام الماضي كانت هناك عدد من الشركات التي شاركت في هذا المعرض، ولكن بسبب جائحة كورونا وبعد الانفتاح فإننا نتطلع إلى دعوة وإلى الترحيب بالشركات المصرية في المشاركة في هذا المعرض الدولي الهام والذي يستضيف كل القطاعات من مختلف أنحاء العالم. وشكرا، أود أن أؤكد على دعوتي لمعاليكم وكذلك للشركات المصرية للمشاركة في هذا المعرض الدولي في الشهر المقبل. شكرا جزيلا.